السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع للتعدين على عملة الروبل، موقع لسه جديد فيه مكافأة، برنامج الإحالة 10% اللي يودع في الموقع عن طريقك، الحد الأدنى للسحب 1 روبل. هنيجي من هنا احصائية الموقع، عندك 4763 مشترك جديد، 78 على النت، حاليا 69، التوازن. لو عندك قناة يوتيوب وتعمل فيديو في مكافأة في الموقع، ودي مجموعة الفي كي. طريقة تسجيل في الموقع كالعادة معروفة جدا، انك انت بتحط هنا رابط المحفظة وبتعمل تسجيل دخول. انا كنت مسجل في الموقع من امبارح او اول امبارح، زي ما انتم شايفين كده عندي 17 سنت. طبعا دي الصفحة الرئيسية اللي احنا عليها، هنترجم باللغة العربية. من هنا لو انت هتودع في الموقع وعايز تزود السرعة بتاعتك، في هنا آلة حاسبة او احصائية عن ارباحك من الموقع، كل ساعة، كل يوم، 30 يوم. الخطة المجانية اللي احنا عليها زي ما انت شايف دي الخطة بتاعتك، لو انت زودت هتلاقي الخطة هنا هتزيد، هيقولك ارباحك قد ايه. هنيجي من هنا لو انت هتودع في الموقع، بتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه وبتعمل اهو زي ما انت شايف هنا ايه آلة حاسبة. يعني حطيت 1000 روبل زي ما هو قايل هنا، هيبقى 7 روبل في اليوم و20 سنت. طب لو شلنا حطينا 100 روبل مثلا، هيقول لك في الساعة 72 سنت، في اليوم هيبقى 17 روبل. طب لو قلنا 10 روبل، يبقى في اليوم 1 روبل و73 سنت، و7 سنت في الساعة. هنيجي من هنا السحب، بتحط هنا هتلاقي مبلغ السحب هنا في الخانة دي، هتاخده تحطه هنا وتعمل سحب، هيوصل معاك على طول على المحفظة. ومن هنا رابط الإحالة بتاعك اهو، يبقى هنا عدد الإحالات، وهنا حساب الإحالات، وهنا الأرباح اللي كسبتها من الإحالات، وهنا العملية العمومية. دي بقى حاجات ايه ملهاش اي، يعني دي نشوفه كده العملية ديت، دي الناس اللي هي ايه اخر 10 عمليات في اللي هم اخر ناس اودعوا في المشروع. وبكده يكون يعني انتهينا من الشرح وشرحنا كل حاجة في الموقع. لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.